احنا دابا في اللايف معايا شوية، ريتهم يطلعوا السادة المشاهدين الكرام باش يسمعوا القصة ديالك. الخبز دابا ما تقدروش تاكلو شوية. الله يشافيك ويعافيك. الله يشافي ويعافيك. إن شاء الله. إذن تحية من جديد أجدد الترحاب بكل مشاهدينا الكرام، بكل متابعينا الأوفياء والأعزاء أينما كنتم، مباشرة من واويزغت بإقليم أزيلال. يعني مرض القلب حول الحياة مفضلة الجحيم، وراجلة كيعاني من مرض نفسي ما خدامش، بنتها خرجت من المدرسة مابقاش كتقرا، يعني باش تقابلها. الأمنية ديالهم اللي عتقهم من هاد الجحيم اللي كيعيشوا فيه هاد الناس، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. غادي نخلي مفضلة هي اللي تكلف وتحكي لكم القصة ديالها. عليكم السلام. اسم ديالك؟ فضيلة. شحال العمر ديالك؟ 38. فين كتسكن؟ واويزغ. قليل مزيلال. قليل مزيلال. شنو وقع لك؟ أنا عندي القلب، قال لي خصك تزيد الدم، حيت أنا ما عندي باش نزيد الدم. شحال هادي ديال الوقت وأنت مريضة وطايحة؟ عام. عامين؟ عامين. أه. الكورونا. أه. ما كان نض من الفراش غير جالسة. اي جاتني نزيف داخلي، حطها تحت الصافية. حال انا حالة حال الله، ما عنديش. الله يرحم والدين. الرجل ديالي كبير شوية ما خدامش، مريض نفسي. ابني اللي قابلني كطلب باش تجيبني الحليب، تجيب كل شيء. لا خارجة. منين حبسات؟ كنت كورونا. اه الله يرحم والدين، تعاونوا معايا. دابا من الكورونا وانت طايحه، مكاينش اللي يشوف فيك، مكاين اللي يطلع عليك. لا لا، غير بنتي كتجي، بنتي كتمشي، بنتي كتطلب، كتجيب لي الحليب، كتجيب لي تاع شهور. نمشي لواويس نجمع شويه الفلوس باش نجيب الدواء. شحال كيدير الدواء اللي تشري تقريبا؟ 10,000. واحد في 3,460، واحد 3,000 عاود تقريبا. المهم 10,000 ريال كلشي. قال لي خصك دير سميتو التحاليل. 12,000 ما عنديش. الحمد لله. اش وقع لك البارح؟ قال لي موت، قال لي صافي. اه حسيتي جباسك حتى تحتي عاوتاني؟ اه سخفات البارح. فهمتيني، انا سخفات ليتو مات. اه شربت الحليب. دابا كتشربي على الحليب، ما كتبقايش تاكلي شي حاجه اخرى؟ لا، الحليب لا. كاين شي راجل كان ما كنطلبو كيجيب ليا الحليب. لا ما كاين، كتجيب ليا بنتي كطلب، كتجيب ليا الشكاره ديال 60. زعما ما تقدريش تاكلي شي حاجه اخرى غير الحليب؟ اي الحم، الا من الحم شوي شويه. الله يرحم والدين. شنو كطلبي من الناس؟ الناس اللي كيشوفوك، الناس اللي مخطوبين، كنطلبهم يعاونني باش غير نوقف على رجليا. حضي بنتي، حيتك البنت الا مت انا من هي بغات تمشي للزنقه، ما عندها حد. الدار غير كريم، الدار غير كريم. 6,000 ريال الراجل ما خدام ما رد. واحد الاخ هنا ولا واحد الاخت قال لك اصعب خيانه هي خيانه الصحه. اه الصحة هي كلشي. عندك صحة بغات تمشي تطلب وتخدم وتجيب باش تعيش هاد البنت. كاين ما عندي الصحة. يعني فاش قالت هاد الأخت ولا الأخ أصعب خيانة هي خيانة الصحة، عرفتي علاش؟ كنتي بيقية ولا كنتي كتخدمي على راسك؟ خدم. وما بين الليلة ونهار صبتي راسك طايحة، ما كاينش عقل. صح. عقلت حتى شي حاجة. قال لي موت
ورسي غينا السدري خليك صافية بالعربية ورسي نعاونك انا نعاونك ونترجم لك شوية بشوية خليك صافي متهنا صافي وراجلك ما كاينش فين هو الراجل كيخليني بالجوع ويمشي بحال الهبيل تمشي البنت واحد النهار دات البوطة بغات تبيعها نلقى مع واحد السيد في حارة الله يعمر هذا قال لي فين مشيتي يا باش تبيع البوطة قال لي البنت بنتي البوطة خاوية عامرة السيد وعطى لي الحليب وعطى لي الخبز جيب لي يا بنتي كل شيء ورد البوطة وصلت الظروف ان بنتك مسكينة تمشي تسعى ايه البنت زوينة غير شعر وصل هنا شوف كرف سامة لبس سامة كل شيء ما والو كان نجمع شي حاجة ونشري الدواء كان قولها يا ربي باش نتشافى باش نحضي بنتي حيت هاد البنت اللي عندي امي مهرسة ما كتشوف رزق ربي الحمد لله الله يرحم والديا شكرا خوتك المغاربة تيشوفو دابا انتي كتهضري وهما كيشوفو الكوري اللي هما شنو ديك عاودي تسجل لي ولد خلينا نسكت من الطلب ديالك تفضل كان طلبهم باش يعاوني باش نوقف على رجليا حيت انا ما عنديش لا الدار لا الصحه لا والو عندي هاد البنت وسيدي ربي والمحسن الله يرحم والدي قال لي خصها يشري يخصها الدم باش نزيد ليك الدم حيت انا ما عنديش قال لك الطبيب عندك الدم في القلب ما عندي الدم في القلب القلب تاعي صافي تيضرب بزاف يضرب بالجهد بغيت كنت كنسخف تمشي شويه كنسخف تقدريش تمشي دابا لا مقدرش اش كتشد ليا بنتي حياتي ونمشي شويه بشويه الحمد لله قالت لي على هاد البنت كيف قالت شهرين ما مخلصينش الكرة لا وعندنا ما ناكلو ما عندنا والو شهرين شهرين هنا هو الراجل باينك شي الراجل هنا قولي للمرأة اللي بغيت التليفون باش الله يرحم والدينا قولي للناس النمرة 06 3 جوج لا ستة ستة ياك صفر عاودوا من الأول صفر ستة صفر ستة ثلاثة جوج ستة ستة صفر تسعود أربعة 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 واحد شكرا الله يحفظك خليك غادي واش ممكن نوريو اللي كيشاهدونا في هذه البلاصه فين كتعيش ماشي مشكل ماشي مشكل دنا مشاهدينا الكرام كيف ما سمعتوا الرقم ديال المفضله هي ما قريش 06 32 60 94 41 وداك اللي بغيت تعاون معها اللي بغيت تساعد معها اللي بغيت تواصل معها الرقم ديال الهاتفي مثبت في عنوان البث المباشر في اللايف 06 32 60 94 41 غادي نوريكم يعني هادشي صراحه صادمه المشاهد اللي غادي تشوفوا هذا هو المنزل فين كتعيش هي والابنه ديالها والزوج ديالها اللي كتقول بانه مريض نفسي للاسف الشديد مشاهدينا الكرام يعني واحد الحاله يؤسف ويرثى لها حتى تقول بانه شهرين ما خلصاتش السومه الكرائيه ديال هذا المنزل فين كتعيش للاسف الشديد مشاهدينا الكرام مشاهد حصريه وصادمه لقناه شوف تي في بطبيعه الحال اضافه انه مفضله كيف ما كتشوفوا كتعينوا يعني سخفه بزاف البارح علين تموت قالوا ماتت البارح بالامس اتصلوا بينا هذه الجده ديال الام ديالها ياك هذه جده الام ديال باك الام ديال المفضله حتى هي مسكينه ما كتشوفش الوالده لاباس عليك لاباس ما كتشوفيش لا عندك جلاله غير شحال عندك جلاله عندي جلاله الا كنت لقيت نصب غير هذه محتاجه للعمليه باش ديري جلاله محتاجه للعمليه باش ديري جلاله العمليه لا ما عرفت
يعني كيف ما كتشوفوا هذا هو المنزل ديالهم مشاهدينا الكرام. اللي بغيت تساعد معهم اللي بغيت يشوف من حال هاد السيده يديرها في معتبات الام ديالو او الاخت ديالو. اذا مشاهدينا الكرام كنتمنى انكم تفعلوا مع هذه الحاله ايجابا، تفعلوا مع هذه السيده يعني بالايجاب مشاهدينا الكرام، انكم تواصلوا معها باش وتعاونوها باش ما قدرتوا. الى بث مباشر اخر دائما من مدينه بني ملال او احدى نواحيها او احدى اقاليمها، مع تحيات اخوكم طارق دائما. اسعد الله اوقاتكم بكل خير والى اللقاء.